تولي على الاقل 3-4 من الناس اللي تسمع فينا يقولك نتاع البينالتي نتاع استاد راهي ماهيش بينالتي خاطر ماهيش الورقه الحمراء ماهيش اكسيا مش ورقه حمراء بيتو عادل زهمون اكسيال مش خارج اكسيال معناها خارج على جنب دونك حتى لو كانوا فات اخر المدافع دونك ماهوش اكسيال ماهوش ماشي ثنيه وسط الجول دونك ما تعتبرش بينالتي وهذه ترى تقريبا جل الحكايه ما تعتبرش ورقه حمراء قلت لكم انا ما تفرجتش شفت اللقطه هذيك في الفيسبوك ما سمعتش اراء الحكام دونك بالنسبه لنتاع البقلاوه الورقه حمراء يبدو انها اراء كثيره تقول ماهيش بينالتي رغم الناس الكل في بالها بينالتي خاطر اخر مدافع ويزيد في خضم هذا الكل نبدلوا جو يا رفيق برشا مستمعين يبعثوا لي يحبوا يشكروا ديديكاس سبيسيال هذوما احبائي الرف ماك يحبوا يشكروا ايمان السكوحي على البرنامج اللي تعمله قبلنا من 6-7 تحيه لا بالحق انا نبدا جاي في الكهرباء نسمعوا ربي فضلك لينا ايمان وان شاء الله البرنامج من حسن الى احسن يا رب عليها صديقتنا ايمان ياسر بوزيتيف فايبس من 6-7 الكوتشينج الواحد شويه دين شويه اخبار باهيه وي سندريلا انا زاد فيسع يوسف الهاني يحب يقول بنت وجوليا الهاني عمرها 3 سنين جوايز انيفرسير ونسلم على ياسمين بن سالم فان بسونيا الدهماني كل يوم تبعث لي نهار اللي ما تجيش سونيا للبرنامج تقول لي راهو برنامج الرفماق لا تعمله بدون سونيا الدهماني سلموا عليها برشا وسلموا زيد على سلمانيك ياسمين ياسمين بن سالم فان فان بتعرفش معناك كل يوم تبعت لي تقول لي ويني سونيا قول لها مثلا راهي ما جاتش راهو سونيا من غير هي راهو البرنامج ما عندوش تعم قول لها ما نساش انا موجوده شو جيتك في الكويز 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 السؤال رقم واحد تعجبني سونيا تضحك على اللي نقوله السؤال رقم واحد سؤال سهل زرسة العقل كيفاش سميوها بالفرنسي ناصر ساجيس شو اسمها ساجيس وحدها اي شو اس ا وحدها وجيس وحدها ساجيس لما كيما تحبوا فصلك دون لا دون لا ساجيس دون لا ساجيس اقعد نعرفك تنتظر في العرس كيما تسال الكلاس الاخرين مش 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 بقلقك دون لا ساجيس معناها جيمي سالش دون 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 من عند موهبه دون دون دو ساجيس جواب صحيح نعتبر الاجوبه كلها صحيحه برافو سوره دون ساجيس هي زرسة العقل السؤال المولي والله يا سندريلا عملت لي ريفلكسيون مزيانه قبل قالت لي زياد يرقد في وديع على جاري ولابس ريفات مولي بعثها لنا وديع بعثها لنا انا حكيتش معاه جاني رفيق باش نلقى ستوك ستوك من عند قيصر وبدلتها بدلت انا وسونيا طيب يشبكش عمري ما حكيت معاه يحب يبعث يبعث ونقدوه وهذا حقيقه قالوا ثم ربي سينو كان يحب يبعث يبعث تروكار كابا تروكار مش موجود روحك الباركاويت هذاك والله انا بديت علاقتي هكا دينا اصحاب وانا رئيس جمعيه جرومبيني دخلت لقيت حتى كور ما فماش بعث لي 10 كور وكل الباهين اسمع اسمع وبعد قلت له برجوليه وديع راهو حتى التونويات ما عندناش ما عنديش فلوس بعث لي كيبونات كل وبعد اعطيته كمبيالات على جوارات مش خارسين قدم مش ما عندي انا من الرئيس القديم احنا مازلنا بدينا نتعاركوا هكا هو صب لي كركمبيالات كلهم صبهم لي وقف عليا الدعم خساره هو اللي جينيرو راهو الحقيقه اللي جينيرو مع الجمعيات تو والله بقطع النظر على كل شيء المنظومه راك مرث بيه برداوي هو ليه والله ادخل 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 اقرا لي كومنتير بنات ما يفهموا شيء في الكوره راهو موقفي انا صحيح لا موقفك انت صحيح بالنسبه لهم حاجه ما يفهموش البنات في الكوره قلت لك ما يفهموش قال لك هالواحد الكل صفيه في القهوه شوما هالغل شوما هالواحد شوما احكي عادي يودي احكي عادي قلت لك برون طون طون احكي عادي على وديع اما ما توريش لي فما كره ما فماش كره مش كره صحيح ارقد بنفس الحده وزير الرياضه هاني باش اعطيني تو اعطيك قوم عيط واعملها كي سردوك وينو وينو في اللي صاير هذا الكل وينو وينو وزير الرياضه لا رفيق قلوبياتك انت وناس تحب تميع الموضوع عندنا بيتك انا والبارودي على الوزير ايوا ما خليتناش نحكي بالحق والله وين لوبيات مازلت بتخاف لوبيات لوبيات تحركوا في البحر نمشيو للسؤال رقم 2 نرجعوا للكويز السؤال رقم 2 نمشيو عواصم عواصم للحكم شكسبير قال ويليام تظهر الاخلاق عند املاء الفراغ تظهر الاخلاق عند دربيات املاء الفراغ نجم يكون عند الدربيات ناصر عند الازمات صحيت عند الازمات برنس
عند شدة عزائي شدي شدة لا تكذبي على سندريلا. خالد ألقى الخمار وشمري عند النهايات عند النهايات سونيا عند الشدائد عند الشدائد محمود عند الشدائد أنا بشوف رفيق فرش المسرحية نسيت مسرحية شو اسمها؟ شكسبير الحب شكسبير الحب شو شكسبير الحب شكسبير عند نهايات العلاقات ليه نهايتك هاو لا عندني خاطر الأخلاق تظهر عند نهاية العلاقات نهاية العلاقات سندريلا زياد لمكي جواب صحيح وصحيح جدا صحيح برشا آوي ما تخيلش قداش تجي عندما تنتهي العلاقة تعرف الأصل والمش أصل وقلة الأصل والله لا عندي كلمة في التليفون وبنت العائلة والله وقتها تعرف خاصة حتى هذه تصير في التلاق برشا تلاقات تلقاهم ناجحين حتى كي تفارقوا الام والبو قدام ولادهم ديما يعطيو صوره باهيه وكل عكس لما ترقى صوره خايبه وين نقعد بيت في حاجه رفيق قديش الناس تحب توجع الناس اليوم انت تنجم تكون معايا في علاقه باهيه وتنجم تفصل العلاقه بطريقه مباشره ولا علاش ما نخليوهاش باهيه ونخليوها مزيانه وممتازه كل واحد اخلاق كل واحد يعمل باخلاقه وباصله نسر الفيديو سؤال الموالي معلومه معلومة تاريخية شكون كتب خطاب ياسر عرفات قدام الأمم المتحدة؟ قرآن بسيس قرآن كتب خطابات أخرى برنس زعيم الحبيب بورقيبة بورقيبة كتب بالعرفات أي نعم زيدون محمود درويش محمود درويش ناصر رفايق مراد الزغيدي مراد الزغيدي كتب بالعرفات أنا في تهريج ناحية التليفون بعثولي تصويره والله بالحق ما جبدناش بعدك يعني المسؤولين شكون؟ صعب عريقات صعب عريقات محمود درويش عندنا مديدة على الاسم صعب عريقات صعب عريقات وسعيد السحاب وكل اسامي الوقت هذاك انا بيجي جا في بالي صعب عريقات صعب عريقات قلتوا ميمة محمود درويش انا زوز محمود درويش زوز صعب عريقات نايف حوتمة برهان بسيس مراد الزغيدي الجواب الصحيح هو محمود درويش محمود درويش ايوه ايوه هو الكاتب اللي كتب خطاب ياسر عرفات قدام الامم المتحده نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظه